هاي الوجه ماشي في بالي. ماما روح وين؟ الحمد لله. ليش وعدوك الدولة التونسية؟ وعدونا بالاسماء تونتم وان شاء الله يكونوا قد وعدهم وكهو. ان شاء الله يكونوا قد وعدهم. ان شاء الله. عملية لبنتك مشروع لراجلك. شو آخر؟ نخلي بابا واخواتي وامه وعائلتي الكل هون اللي مش صار ما عندي حتى شيء دوله. انا ما عندي حتى شيء دوله. عندي تو بنتي هكي عاديه عليها هو كوي خرج هذه الباب. كنت اخترت جنين اخر وانت في عمليه الحرق هذه إيه. كيفاش كنت اخترت اجهاض الحمد لله ربي محب دولتي توقف محب دولتي توقف معايا وعدوا لي على هذيك بنتي اول حاجه بنتي اول حاجه بنتي الكبيره يعملوا العمليه اول ما عرفت شنو قتلك شنو كلمه قالت يا ماما يا ماما حملت بنتي الحمد لله الحمد لله وكها وعايش مبارك ربي فضلك الحمد لله على سلامتها ما